هلو هلو لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان صحيحه. كنتلاقاو في فيديو جديده اللي هي الجزء الثاني ديال لا فيديو، كل ما يخص المانيا والتكوين المهني. بلا ما نطول عليكم نبداو. والسؤال الاول كيقول: راس البشرى، بالنسبه ليا عندي الاجازه الادبيه ولكن عندي ايضا دبلوم في اساسيات التمريض، ودابا كندوز 16 في المستعجلات. واش هذا الشيء كافي ولا خاصني نزيد شي حاجه؟ ودابا عندي مستوى الات سفاي في اللغه. تبارك الله عليك، ديجا ماشي غير جالسه هكاك. المهم ولد ولا بنت جو سي با. المهم مزيان لي ستاج الواحد يديرهم، مزيان يجمع لي زيكسبيريونس، هذيك ليكسبيريونس ليك نتيا ولا انت. علاش؟ باش تشوف انت ديجا واش الدومين قادر عليه، واش داكشي عاجبك اللي كدير، واش تقد عليه من بعد انت غدير كاع تكوين. غير هو حاجه اخرى، هادشي كله اللي قلتي مزيان، اجازه تبارك الله، عندك ديجا ستاج اكسبيريونس اي تو، هادشي كله كافي ومزيان. غير حاجه وحده، خاصك تزيدي ولا تزيد تكمل اللغه حتى البي 1 ولا بيت سفاي غيكون احسن، اما ات سفاي ما كافيش. فوالا، اي بون كوراج. ندوزو لحاجه اخرى. السؤال الموالي كيقول: واش اوسبيلدونغ فاخ انفورماتيكا مزيان ومضمون فيه خدمه؟ نتمنى تجاوبيني. الوغ هاد الاوسبيلدونغ ديال فاخ انفورماتيكا كاين ماشي ما كاينش، وزوين بزاف، ولكن الحاجه اللي نقدر نقول لك هي هاد الدومين مطلوب بزاف، مطلوب من الالمانيين بنفسهم. الالمانيين كيلتجؤوا لهاد الدومين بزاف، فاخ انفورماتيكا اوسبيلدونغ اللي عليها 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 الطلب بواحد الدرجه ما تقدرش تصور. هذاك الشيء علاش الحظوظ كيكون فيها شويه قليله، يعني كيسبقوا بطبيعه الحال ولاد بلادهم هما الاولين. عادي الا كانت شي فرصه يدخلوا شي واحد اجنبي ماشي مشكل، ولكن هاد الهضره اللي كنقول ماشي يعني غادي نتايا غادي تصافي تربع يديك وتستسلم وتقول لا راه ما عندي حتى شي شانس. بالعكس عندك شانس، علاش لا؟ دفع ليها، ما تقدرش تعرف الخير فين كاين، وان شاء الله يكون خير. دونك هاد الدومين كاين ومطلوب وعليه طلب كما قلت لكم هنا في المانيا. السؤال الموالي كيقول: شكون غادي يعطيك الاقامه ديال 3 سنوات كي تلقى الاوسبيلدونغ؟ القنصليه في بلادك ولا تاخذ كي توصل لالمانيا؟ لا لا، هذه القضيه ديال توصل لالمانيا عاد تاخذ الاقامه ديال 3 سنين لا، عندك تكوين مهني ديال يلا فهمت السؤال. اسمحوا لي، القنصليه كتعطيك واحد بحال نقولوا فيزا بغير باش تطلع باش تدوز بلادك، يعني تدوز بلادك بداك العقد ديال التكوين المهني اللي خديتي، غيعطيوك بحال واحد فيزا الفتره ديالها كتكون الاغلبيه واحد 3 شهور، لا دات المطبوعه فيها 3 شهور. وفاش كتجي هنايا عاد كتمشي لمكتب الاجانب، ماشي القنصليه، كتمشي لمكتب ديال الاجانب على حساب ديك المقاطعه اللي انت فيها، على حساب المدينه انت اللي فيها استقريتي وداك الشيء، وكتدفع لهم طلب بان راه عندك عقد عمل او لا عقد تكوين مهني، وكيعطيوك المده ديال داك التكوين المهني. عندك فيه عامين كيعطيوك عامين ديال الاقامه، عندك فيه 3 سنين كيعطيوك 3 سنين ديال الاقامه. فوالا، كنظن انا جاوبت على السؤال في الاول، ما فهمتش السؤال مزيان. المهم هذا هو الجواب ديالي. اي هذا واحد السؤال، سؤال في جوج، يعني جوج في واحد. سلام، انا اتعلم اللغه الالمانيه والان في مستوى اتسفاي، لدي شهاده هلال احمر وشهاده من طرف ممرضه قديمه في مستشفى. هذه القضيه ما فهمتهاش، تاع شهاده من طرف ممرضه، واش زعما سيرتيفيكا ولا دار شي بحال نقولوا ستاج؟ مهم، متى يمكنني البحث عن اوسبيلدونغ من حيث امكانياتي في اللغه؟ لانني ساقوم بمقابله فيديو، ومن ومن هي المدن الاخص ارخص والافضل؟ اول حاجه اللغه ديالك مازال ضعيفه، اتسفاي ما يمكنش دير به مقابله، اتسفاي راه مازال في البازيك، يعني هاد المقابله خاصك تعرف بان كيسولوك كتدي وتجيب معاهم في الهضره، يقدروا يمشيو معاك بعيد، علاش بغيتي هاد الدومين، شنو كتعرف على المانيا. يقدر يكون مثلا بحال هضره تعاويد، بحال حوار، بحال تعارف. التعارف راه هاشا كتديك الحاجه، يعني انت الا غادي تقول لي بقى اتسفاي غادي تكون حافظ الاسئله ولا حافظ الاجوبه وداكشي وداكشي وداكشي، كوميم راه غادي يجي واحد السؤال اللي غادي تطرحوه اللي غيكون تعبر فيه بكل طلاقه بكل سبونتانيتي، يعني بعفويه. دونك الاتسفاي راه ما كافيش، وخاصك تفكر ديجا السفاره هي اللي كتطلب اللغه. يقدروا مثلا الشركه كاع اوكي دوز معاهم اونتروتيان وتجيهم زعما اللغه ديالك سافا، يعني يقدروا يقبلوك وداكشي، ولكن تجي حتى السفاره غيقول لك الشريف راه خاصك بيت سفاي على الاقل ولا خاصك بي اينس على الاقل، فهمتي؟ دونك نو اتسفاي ما كافيش. فوقاش تقدر تدفع الاوسبيلدونغ في هذا الدومين ديال التمريض؟ يكون سوا في شهر 3، سوا في شهر 4، سوا في شهر 10، سوا في شهر 9، 4 د المرات في العام تيكون. دونك انت غادي تشوف الشركه اللي غتدفع ليها وقتاش طالبه الناس، هادشي اللي كاين. بالنسبه للمدن الارخص والافضل،
سؤال مفتوح يعني صعيب باش تقول شنو هي المدن الارخص ونسميها لكم بالسميات وداك الشيء. وهذا كاين بيان سور مقاطعات اللي فيهم الغلا بحال الريف الالماني راه معروف يعني البايرن هذه بافاريا راه هذه هي مقاطعه الاغلى وساكنين فيها الناس الاغنياء الالمانيين فهمتي يعني بافاريا شويه صعيبه بالنسبه للاجانب علاش المعيشه فيها غاليه الكرا فيها غالي ترونسبور كل شيء زايد على المقاطعات الاخرين ولكن مقاطعه اللي زوينه نقيه فيها ما يتشاف فيها الخدامي سورتو مقاطعات الاخرين لا باس بهم واحد يقدر يتعايش. شوف نتايا وكيفاش داير كشخص الا انت كتقلب على مقاطعه اللي فيها الاجانب بزاف اللي تبغي تدخل معاهم وكونتاكت مع المغاربه ومع العرب وهادي وهادي كان مقاطعه نورد غاين فيستفالن اللي فيها العرب بواحد الدرجه اللي كبيره بزاف واللي فيها الاجانب كثر وكان لما اظن كثر من لي زالمون هي فوالا نورد غاين فيستفالن. سينو بالنسبه للارخص داكشي راه كيختلف كل مدينه وكيفاش كاين اللي رخيصه كاين اللي غاليه وكل ما مشيتي لمدن كبار كيكون الغلا اكثر كل ما قربتي للسكن في السونتر فيل كيكون الغلا اكثر سكنتي في الاحياء اللي شويه بعيده على السونتر كيكون شويه رخا سكنتي في المدن اللي صغار ولا كنقولوا حنا القرى ولا العربيه ديالنا كما تنقولوا بالعاميه هنا كيكون الكرا رخيص ولكن زيد المزيد دقيق كيكون عندك عاوتاني مصاريف ديال الترونسبور دونك هنايا هذا موضوع خاصو شويه دي وجيب خاصو فيديو. كما انا اللي جاوبت على السؤال ندوزو لحاجه اخرى. اختي عافاك واش ضروري الحساب البنكي وشحال المعدل المطلوب وشكرا. الوغ بالنسبه للحساب البنكي راه ديجا جاوبت عليه في السؤال اللي قبل الى كنتي لقيتي اوسبيلنغ لتكوين مهني اللي 850 الاورو كيخلصوا كل شهر هذاك لو مينيموم بوسيبل ما عندك ما ديري بحساب بنكي ما كيطلبوش منك حساب بنكي كان السالير اللي غادي يعطيوه لك قل من 850 ديال الاورو هنا كيطلبوا لك حساب بنكي باش انت توازني الفرق يعني فوالا هذا هو الجواب ديال الجزء الاول. وشحال المعدل المطلوب ما كاينش معدل المطلوب ما كيطلبوش لي غولفيد نوت كيطلبوا لك يكون عندك شهاده يعني سوا باك سوا قريه شي حاجه ديال الدوله سوا عندك شي ديبلوم ديال اوف بي بي تي المهم شي حاجه بحال هكا فوالا هادشي اللي كاين تنتيا شكرا لك. سؤال موالي كيقول السلام اختي نسولك انا تنقرا في تكوين مهني دايره تكنيكو كوميرسيال اون فون دي فيكول اي بيس دو روشونج هاد لا برونش واش ممكن نقراها في المانيا ممكن تجاوبيني عافاك. سؤال لي زوين بزاف بغيت نبارطاجي معكم هاد السيده كنت جاوبتها ديجا بريفي ولكن قلت علاش لا السؤال ديالها مهم بزاف يقدر كيهم الناس اخرى اي باش تعمل فايده درت هاد لا كابتور ديكرون. الوغ هاد لو دومين هذا كاين مطلوب ديجا كتعرفوا المانيا في الصناعه ديال السيارات وداك الشيء ديال الاندستري مجهده فيه بزاف عندكم مثلا بي ام في مرسيدس او في ولا الفولكس فاغن عندهم يعني ماركات اللي معروفه وبيان سور هما كيديروا التكوين الناس اللي باغين يخدموا معاهم دونك عندك فرصه انك ديري هاد الدومين هذا ديال تخصص ديالك حتى هو فيه 3 سنين يعني خاصك تقلبي على الشركات اللي باغا تدفعي ليهم ما عرفتش بالضبط وقتاش كيطلبوا الناس كما قلت لكم كيكون اختلاف على حسب التخصص وداك الشيء مي هاد الدومين راه كاين دومين كما قلت لكم راه كاين كيتسمى اوتوموبيل كوفمان ولا كوفخاو دومين لي زوين تاهو بزاف سورتو انت قاريه على لافونت قاريه على التخصص يعني غتكون عندك فكره عندك تجربه دونك جو سويت مون كوراج ان شاء الله تشد لك شي اوسبيلنغ في هاد الدومين هذا. ندوز لسؤال واحد اخر. سؤال واحد اخر اللي مهم بزاف كيقول عافاك اختي واش غنلقى مشكل مع السفاره الا دفعت باك قديم 2018 وما قريت والو من بعد ما شديتو اولا خاصني ضروري نقرا شي حاجه في اخر السنه فاش غندفع شكرا جزيلا. جا المانيا ما عندهاش مشكل ديك القضيه ديال باك قديم وباك جديد كتبقى غير في المغرب هنايا ما عندهمش مشكل تقدر تكون 10 سنين 20 عام واخد الباك ما عندهمش المشكل غير هو ديك القضيه ديال ما قريتي والو من بعد هذيك ماشي شي حاجه اللي ضروريه غيسولوك عليها ولكن شويه بالنسبه لك في السي في ديالك فاش غادي تكتب غادي يقولوا لك علاش زعما خليتي هذيك الفراغ شنو درتي في هذاك العام شنو درتي في هذيك العامين شنو علاش ما قريتي والو على الاقل تكون داير شي ستاج ولا شي حاجه مي دابا اللي عطاه ديجا ماشي مشكل ولكن هنايا خاصك تعرف تجاوب على هذا السؤال حيت غادي يكون ضروري غيشوفوا هذاك الفراغ عندك تما
غادي يسولوك بالضبط شنو درتي في هذيك العامين، علاش بقيتي غير جالس، داكشي علاش انت خصك تكون موجد راسك لونتروتيان، كيفاش تدافع على راسك، كيفاش تعطيهم واحد الصورة زوينة وتبرر ديك عامين علاش جلستيها. فوالا، اما زعما يقولوا لك ضروري خصك تكون خديتي الباك وقريتي موراه بالضبط شي حاجة، هذه ماشي يعني اوبليغاتوار، غير هو كما قلت لك غادي السؤال غيتطرح في لونتروتيان علاش وكيفاش وناناني نانانا، يعني يشوفوك انت كيفاش غادي تجاوب، شنو غيكونوا المبررات ديالك ايتو. نتمنى لك الاخ محمد امين كل التوفيق ان شاء الله. فوالا، هادشي اللي كاين، دونك ما دير في بالك حتى شي حاجه، دونك هذا عادي، شحال من واحد كيكون عنده داك فراغ هكا في السي في، مي ماشي مشكل. بغيت نسولك بالنسبه لهاد السونترات ديال اللغه اللي تيكتبوا باللي تيديروا لك تكوين مهني تمشي لالمانيا، واش كاين من داكشي ولا لا؟ الدراري بنات ردوا البال من هاد القضيه هادي، سمعت ديجا كاينين دي سونتر ايتو ما نعرف شنو، راه السونتر ديال اللغه هي تمشي تقرا فيه وداكشي، ولكن ما كاينلاش تخلص فلوس اكسترا باش هما يدفعوا لك ويتكلفوا لك بداكشي ويديروا لك الكونطرا وما نعرف شنو. لا 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 لا، هذيك الهضره كامله راه تقدر انت تختصرها في حاجه واحده اللي هي تدفع راسك براسك، ما تستعلى لا بسونتر لا بشخص لا بخوك لا بعمك، راه ميم يكون عندك شي شخص ساكن هنا وما غاديش تقول له عافاك دفع ليا، خذوها من الحاجه اللي خفيفه، من البلاصه الخفيفه، انت قادر دير هادشي كله راسك، علاش كتمشي تقلب على الناس، علاش كتستعان بواحد الشخص واحد اخر، علاش غتبرزط راسك وتمشي لهاد السونتر وهادي وهادي. السونتر خليه غير اللغه، ولكن الحاجه اخرى انت قادر دير بها، راه حاجه اللي سهله، غتدفع السي في ديالك، غتدفع لا ليتر دو موتيفاسيون وغتكونتاكتي الشركات، واش هادي ما تقدرش عليها؟ هاد الحاجه كنديروها حتى ملي كنكونوا في المغرب، يعني حتى دابا نفس الشيء بالنسبه لالمانيا، راه ما كاينش فرق، داكشي اللي كنديروه في المغرب باش غادي تدفع الخدمه، حتى دابا غادي ديرها باش تدفع الخدمه في المانيا، سي تو. دونك ما تجيوش تقولوا لي راه نصب علينا فلان ولا نصبات علينا فلانه ولا هاد السونتر ما صدقش ولا ولا، راه كاينين شركات نصابه، كاينين سونترات اللي نقدر نقولوا ما نعرف، ما عنديش انا تجربه يعني شخصيه معاهم ولا كنعرف شي حد دارهم، مي كنقول انا ديما نصيحتي للناس دفعوا راسكم، ما تستعنوا بتا شي واحد، تقدروا تجمعوا معلومات ايه من شخص، ولكن باش تعطيوه فلوس ولا يدفع لكم هو ولا يتكلف لكم داك الشيء اي في تي. ندوزو حاجه اخرى، كنظن انني جاوبت على الاسئله كاملين، دا جاوبت عليه جاوبت عليه جاوبت عليه، هذا كذلك حتى هذا هاوي، هذا قال لك واش كيقراو ويخدموا في نفس الوقت، هذا كيهضر على التكوين المهني بطبيعه الحال، التكوين المهني وي كيخدموا وكيقراو وكتخلص في الاخر الشهر، يعني تكوين مهني ماشي بحال المغرب كتمشي غير كتقرا تقرا تقرا وكتبدا تطبق داكشي شويه اللي كيوريوك المدرسه، لا هنايا كتمشي كما قلت لكم، راه شارحه فيديو ديال التكوين المهني اللي مازال ما تفرجش فيه، هنا 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 راه شارحه فيه من احسن زيد باش تفهموا. المهم كيقراو وكيخدموا الا كان هذا هو الجواب اللي كتقلب عليه، كان انا اللي جاوبت على كل شيء. الوغ لي زامي، كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، ولكن غادي نقول لكم واحد الحاجه، ديروا لي لايك، خليو لي كومونتير تحت هاد لا فيديو، قولوا لي شنو استفدتوا من هاد لا فيديو هادي، واش نكمل لكم في هاد لي فيديو، واش كتستافدوا شي حاجه ولا لا. ديجا ما تنساوش هاد المعلومات هادو باش كنجيبها لكم، راه خاصني الوقت ليها، راه ما كتجيش تجي وكتنزل عليا بحال هكا، ديجا اي حاجه بغيت نعطيها لكم حتى كنقلب عليها حتى كنسول عليها حتى كنشوف يعني واش فريمون هاد المعلومه هادي صحيحه ولا غير هضره ودايزه، ما كنجيش نعطيها لكم. دونك بارطاجيو الدراري البنات، راه كيجيوني اسئله اللي كيبقاو يتعاودوا، اسئله اللي ما يمكنش نجاوب كل واحد بوحدو، الصراحه لحد الساعه كنجاوب كل واحد في الانستغرام كيصيفط ليا وكلشي، واخا كتكون القضيه شويه صعيبه وكيبقاو يتعاودوا الاسئله وكل واحد كتجاوبو بريفي وداكشي كامل، ولكن كنقول ما فيها باس ماشي مشكل، ولكن دابا غادي نقرر نبقى ديما نجمع لكم دوك الاسئله اللي كيتعاودوا ونديرها لكم على شكل فيديو باش تستافدوا هكا اكثر، نتوما تعاونوا معايا في هذه القضيه، بارطاجيو لا فيديو ماكسيموم بوسيبل في لي جروب في الانستغرام فيسبوك هكا، باش ماشي غير نتوما اللي تستافدوا، يستافدوا حتى الغير، راه يقدر يكون واحد الشخص من بيناتكم كيقلب حتى هو على المعلومه ما لقاهاش. الوغ لي زامي، نعول عليكم الدعم ديالكم لو سوتيان ديالكم لي لايك، حاجه اللي مهمه بزاف، هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو وعجبتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وخليتكم على خير، باي باي.